الكرام على أضواء هذه الصور، نرحب بكم إلى هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامجكم أخبار الكان. في هذا العدد بحول الله سوف نتحدث عن الفوز وعن الإنجاز المحقق أمس من قبل أشبال بالماضي. فوز، عزيمة، تفوق وانتصار وكل الأشياء الإيجابية هي عنوان الذي حققه أشبال بالماضي أمس، كيف لا، وقد أفرحوا جميع الجزائريين. 42 مليون نسمة فرحة البارحة. عدلان بالمرة حبيك ما عندها سومة، ما عندها حتى سومة كما قال الحاج. مشاهدنا الكرام، ورحب مجددا بحاج عدلان ضيفي في هذا البلاطو، سوف نعود إليكم بعد هذا الجنجل. مشاهدنا الكرام، هي مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، كما وعد ترحيب بضيفي الحاج عدلان. بدون أي مقدمات، الجزائر حققت الأهم أمس، فوز تاريخي، أقول تاريخي أقولها وأكرر، على منتخب كوت ديفوار، تأهل مستحق للمنتخب الوطني الجزائري. أشبال بالماضي تكون ورقة نصف النهائي في ظروف كانت أمس جد صعبة، جميع الجزائريين كانوا عاشوا المباراة على الأعصاب، وانت واحد منهم بلا شك حاج عدلان. ولا أحلى فوز من أروع ما يكون، ضرب لي عيشونا مباراة أمس فيها عدة سيناريوهات. شفنا كيفاش كنا متقدمين في النتيجة، وكانت المباراة في صالحنا، كيفاش دار علينا الخصم، وين دخلنا نوعا ما شك في الفوج، يعني في التعداد ولا في اللاعبين. عودنا شفنا كيفاش استرجع من الجانب البدني، ونظن بلي القوة تاع هاد السنة وهاد الفريق هي سيتي نوكيب دو كاركتير فريمون من أروع ما يكون، سي ليدونتيتي تاع المدرب. نظن أعطيهم صحة أنكور أون فوا. بي شفنا مباراة فيها موش 120 دقيقة، نظن فيها أكثر، خاصة من جانب يعني ليموسيون، من جانب المستوى العالي، فرديات، شفنا لقطات، شفنا ضربات ترجيح، مستوى المنتخب الوطني أمس شفناه حقيقة وجه واحد آخر. أنا ليا شفت وجه واحد آخر، نظن بلي إيزون يعني رفعوا المستوى تاعهم وطلعوا البالي سوبيريور. شفناهم في الأربعة ولا خمس مباريات قبل، والدور ربع النهائي أمس ضد فريق كبير يفول دير، شفنا باللي حتى احنا رانا في الكوطة تاع الكبار، عودنا ولينا سخاء. حتى أنه ما على باليش لا تشطرني الرأي ولا لا حاجة عدلان، نروحوا الوطنية هي اللي تفوقت أمس. لا تكون هذيك الروح، هذيك سي تيبيك مالجيريا. أنا شفنا كيفاش كان رد فعل بين اللاعبين، كي نعطيك صورة واحدة هكذا بين بونجاح وسليماني، اللي اصلا هما في زوج عندهم مكان يتضربوا عليه. شفت هذيك الاخوه، هذيك المحبه اللي كانت، هذا يكونسولي في هذا. نضرب لي هذه هي اللي خلات اليوم فريق الوطني راهو في المربع الذهبي واحتمالات كبار باش يروح النهائي. نضرب لي هذه اللي خلات حتى الخصم ما صاب حتى حل باش يتجاوز الفريق الوطني. المخرج هشام مصراتي يقول لي انه تدريبات المنتخب الوطني حاضره وجاهزه. نشاهد واياك حاج عدلان، هي حصه استرخائيه بطبيعه الحال، مجهود بدني بوديلا كبير. مجهود بدني كبير بوديلا امس، ماهوش غير بدني يوسف، بدني وذهني، خاصه من الجانب الذهني، وهذاك اللي اثر نوعا ما. كاين ضغط حاج عدلان بزاف. انا شفنا حتى اللاعبين كانوا على ضغط ما تقدرش تصور. كاين لونجو يوسف، تصور انت اللاعبين ادرى وشافوا باللي كاين دي سونتين دو ميلي دو سيبورتريز، هادو جاو على بالهم بلي كاين كيما قلت انت 43 حتى 44 مليون سنه. 1200 مناصر تنقل من الجزائر لمشاهده المباراه، اللي يزيد اليوم هنا واللي خارج البلاد. نظن بلي كانت عندهم ضغط، يعني لاعبين فرديين ولا حتى جماعيين، كاين اللي تحملوها وكاين اللي ما قدروش يتحملوها مع الاسف. ولكن جمال بالماضي كالعاده يبتسم وسط زمره اللاعبين، مرتاح نفسيا. لا حتى هو شفنا حتى في المباراه تاع امس مرتاح، خاصة في ضربات الترجيح. شفنا باللي لما كانت لازم عليه باش يمد النصائح للاعبين تاعو كان يلعب معاهم. ضربات الترجيح ريح في دقة البدلاء، خير لأنه مهمته انتهت، أعطى مسؤولية للاعبين. ونظن على حسب الأصداء اللي جاتنا كان طلب من اللاعبين شكون راهو حاضر باش يسدد ضربات الترجيح. ومن بعد دار ثقة تامة في اللاعبين تاعو. يوسف نظن باللي حتى اللي كانوا وراء ضربات الترجيح عندهم كاع مستوى غير بالليلي، نضرب الليلي ضربها من اروع ما يكون، ولكن ماهوش خيرت القائمة، وماشي ماهوش من عيد يضيع ضربات الترجيح بالليلي، صح ماشي من عيد. ونضرب بنجاح حتى بنجاح، انا بنجاح نضرب اللي نوعا ما نفتحوا القوس صغير، راهو في حاله يعني تاع شك. واللاعب كبير كيما هذا المفروض ما يكونش عنده الشك هذا. ضربه هذه الضربه اللي مسكين اثرت عليه
ماشي متعود يسدد بهذيك بهذيك الطريقه. غير نوعا ما طريقته، حب ياسير يحب يطيرها في يعني في لاوتور تاع الكارديا، والله غالب قاست في راح نتحدثوا راح نتحدثوا على راح نتحدثوا على بونجاح وعلى التاثير السلبي اللي رافقه بعد ما ضيع ضربه الجزاء حاج عدلان. على العموم تقييمك لمباراه الامس؟ لا كانت في المستوى، نظن باللي عمومنا وبصفه عامه صح ما شفناش تقنيات، ما شفناش كوره كما شفناها من قبل في المباريات اللي من قبل، ولكن شفنا فرديات كنا نقدروا لو سجلنا، لو هذا اللو يقدر يكون بصالحنا يكون ضد علينا. لو سجلنا ضربه الجزاء نظن باللي كان فريق الكوت ديفوار يقدروا يخسروا بواحد ربعه ينهار. انا نظن خاطش نعاودوا ناصيوري الريزلت كما درناها من قبل، وانا شفنا اللاعبين تاعنا لما يكونوا مرتاحين من الجانب الذهني وياسيوري اللي ريزلت ب 60 70 80% يقدروا يبدعوا من بعد في اللقطات. وانا شفنا الروح القتاليه والمنظومه الدفاعيه لما نضيعوا الكره كيفاش كانت، نظن باللي داروا مباراه يعني في القمه. شفنا لما كانوا في المشاكل وكان الخصم ضغط علينا وعاودوا لنا في النتيجه كيفاش عاود استرجعنا قوتنا وهذيك الروح القتاليه والروح الاخويه اللي كانت بين اللاعبين. هددنا عده مرات الحارس مرمى تاع كوت ديفوار. لو كان كانت امس الفعاليه يوسف كانت مخصوصه الفعاليه ما كانتش 100% لا فينيسيون ماشي غير بونجاح. لا كل ماشي كل مهاجمين بونجاح بالليلي حتى سليماني كان حتى دخول ادم والناس اللي يعني ادم الناس ماشي ادم الناس اللي نعرفوها كان يدير الحاجه الكبيره هي يتخلى من المدافع على مدافعين، ولكن الاوفر هذاك اللي كنا نسناو فيه خاطش كان المهم انه الروح القتاليه كانت حاضره ولازم نوهو للروح القتاليه المنتخب الوطني. نظن باللي هذه الفرصه تاع المنتخب الوطني هذه الصيغه هذه الروح القتاليه والروح الاخويه اللي خلات باش احنا اون بروفوكي لا ريوسيت. باسكو صراحه في التاريخ تاع كره القدم الفريق الوطني ما عندناش ظهر في ضربه الجيح. امس محينا كاع وفقنا ربي امس الحمد لله بفضل الله وبفضل الاراده والروح القتاليه تاع اللاعبين اللي صراحه تشوف باللي هادو صح مواطنين ويحبوا الوطن. طيب في عندنا تصريح حاج عدلان للناخب الوطني جمال الماضي ويتحدث فيه عن اللاعب الذي تلقى ضربه موجعه امس يوسف عطال، نستمع الى هذا التصريح مشاهدينا الكرام ثم نعود. Attention, on arrive sur les pénalties, le scénario des pénalties aussi était rempli de suspense. Il y a le joueur qui est à côté de moi qui a eu sa fatale, un gamin que tout le monde adore, qui est tellement, tellement généreux, c'est tellement le football que l'on veut, humainement, humainement magnifique, avec beaucoup d'allant, beaucoup de dynamisme, c'est les footballeurs modernes, avec beaucoup d'enthousiasme. Et le voir assis à côté de moi, ne pas pouvoir tirer, et souffrir et pleurer parce qu'il voit que ça devient difficile alors qu'il a l'épaule en vrac. Si là on réagit pas, c'est qu'on n'est pas humain. Donc voilà, c'est ça. Je pense qu'on était tous un peu dans cet état de toute manière. Ouais, je sais pas, peut-être. Je suis humain, je peux pleurer aussi, hein, mais en l'occurrence, je sais pas. En tous les cas, j'ai une pensée, une vraie grosse pensée pour lui, le pauvre. Parce que je pense à ce moment-là, on se dirige vers là. J'ai pas envie de. Je ne vais pas mettre à me soustraire au staff médical, mais bon, je pense qu'on se dirige vers là. Et donc, سمعنا وإياكم لتصريحات الناخب الوطني جمال بالماضي حاج عدلان. إصابة يوسف عطال طبيعة الحال ضربة موجعة لجمال بالماضي. موجعة اللي هو لجمال الماضي الفريق الوطني تاعنا. نظن بلي الشاب كيما هذا ودوما لي ريسك تاع المهنه يوسف ما نقدروش نهربوا منهم. انا شفنا كيفاش الشجاعه تاع هذا الولد هذايا، شاف باللي حتى الخصم مدافع يعني 90 80 كيلو ما خلاش يتغلب عليه. انا شفنا كيفاش ضارب على الكره وكان فيه الشك بين فيه يعني مخالفه ولا ضربه جزاء ولا لا. بعد كي شفنا صراحه ما يقدرش يحاكم يصفر، ولكن شجعته اللي خلاته باش يصاب. نتمنى له ان شاء الله الشفاء ويعاود يولي مازالو صغير يقدر يعاود يولي، ولكن خلق لنا نوعا ما مشكل باسكو انا شفنا كيفاش
دخول الزفان اللي ما كانش واجد 100%. ما كانش واجد في 100%. يوسف عطالي رسميا لن يشارك في مباراة نصف النهائي على أمل مشاركته في النهائي إذا تأهلنا بطبيعة الحال. في بعض الأصداء تقول لربما ما هي أهم الحلول اللي راح يوظفها بالماضي من أجل إيجاد بديل للاعب يوسف عطال؟ ما كانش واحد من غير زفان يا يوسف، من النجم اللي راح يغامر جمال بالماضي ونعرفوها سيت ان كونسيرفاتور، خاصة لما تكون حاجة تمشي. والمنظومة الدفاعية تاعو كان اختارها من قبل، حتى مندي كان تكلم معاه من هذا الجانب، يحب يلعب بأربعة مدافعين وجاب دي دوبلير في لي بوست كاع. أنا شفنا باللي غير تبليزا يوسف عطال دا روح وش على زفان، نضرب لي زفان ولي راح يشارك في مباراة. موش من الممكن يسجل أو يعني يدير بن سبعيني مكان عطال ويدير فارس مكان بن سبعيني. بن سبعيني أصلا يوسف يلعب باليسار، أنا ما نضربش باللي ياخذ ريسك ويحطه في الجهة اليمنى، والدفاع مدافع كون جات بالك وسط ميدان ولا هجومي ممكن عندك قريب 60 70 متر باش يلحقوا لك للمرمى. ما نضربش بن سبعيني، نضرب اللي مش حيغيروا المنصب يخليه وراه. زفان هو اللي راح يبدا المباراة، ما نظنش باللي كان حل واحد اخر. قلت لك كاين الحل تاع بالماضي واللي ظاهر ايمن، ويحوس على اكسيا اللي يديروا مع بن العمري، مي ما ياخذش الريسك. ما نظنش حياخذ الريسك، راح يخلي زفان. وزيد بزياده يوسف لما تغير منصف تاع ظاهر ايمن ولا ايسر احسن من اللي يكون في وسط الدفاع. وسط الدفاع راهو مليح، حنا بن العمري ومندي راهم من اروع ما يكون. نضرب اللي حنا هاد الشونطي اللي كنا نحوس عليه عندنا اكثر من 5-6 سنوات، جاب المالديف 5 شهور صابو. ما نظنش بلي راح يغامر ويغير، يكون تغيير هنا. زفان حتى ولو ما كانش زفان يعني في المستوى تاع ما كانش حاضر امس، ما كانش واجد. لا صراحه الواحد يكون في بلاصته ثاني يوسف. انت احنا كيما كنا نشوفوا ولا نتخايلوا، من المستحيل نقولوا بالك حيتصاب عطال ولا حتى بسبعيني. حتى هو ما يقولش باللي بالك تكون عنده اون شون سير ان مليون باش يصاب يوسف عطال. وكيفاش تصاب؟ ماشي قال تصاب بالعقل، وان كان عنده وقت باش يحضر روحه ويدير يشوف مو مليح ياك يدير لاكسيون هذيك ناطقه لهم شونجمون. دوموندا شونجمون. نضرب ليوسف بليتو زفان ما كانش واجد يعني، حتى وشفنا نوعا ما عنده نوع من الخلل، خاصة في الفرديات مع المهاجمين تاع الخصم. ولكن راح يكون في عمل مع الناخب الوطني، وزفان دار موسم هايل في البطوله الفرنسيه، عنده مستوى اللي يقدر يعطيه مهمه. وقلت لك يوسف لما تكون تغيير من ظاهر ايمن يقدر يطلب واحد من المدافعين في اللاكس باش يديروا لا كوفرتير لزفان. هذا ما مش حيأثر علينا، مش حيكون مشكل. ما نظنش بلي راح يغير جمال بالماضي، ما ياخذش الريسك وراح يغير المنظومه الدفاعيه. طيب في عندنا تصريح ثاني حاج عدلان للناخب الوطني جمال بالماضي، نستمع واياكم مشاهدينا الكرام لهذا التصريح ولا نعاوده. Avant de penser au match du Nigeria, il faut penser au match de la Côte d'Ivoire. Donc avant de penser à faire récupérer des joueurs, déjà il faut les gagner celui-là. Si c'est pour les faire sortir et les faire récupérer pour un match qu'on va pas jouer, ça y a pas, je vois pas l'intérêt. Donc il y avait déjà à gagner ce match-là. Et il y avait j'ai pensé que les joueurs qui étaient sur le terrain étaient plus à même de faire gagner cette équipe-là. Maintenant, il y a un match qui arrive. Et voilà, tout le monde, je l'ai dit depuis longtemps, je l'ai fait, tout le monde participe à cette Coupe d'Afrique. On est peut-être l'équipe qui a utilisé l'ensemble de son effectif. On est peut-être la seule, avec justement ce match de la Tanzanie. J'ai toujours dit que si on doit aller loin, ce sera avec l'ensemble du groupe et pas avec une quinzaine de joueurs. Donc on est pile poil là-dedans, on verra. Mais il se peut que je mette le 11 type, 11 même que la Côte d'Ivoire contre le Nigeria, sauf Youssef Attal. Il se peut. إذن بالماضي حاج عدلان قال أنه أول مرة أول مرة صرح بها وقال بلي نقدر احتمالات كبار تكون نفس التشكيلة من غير يوسف عطال بزفان، واللي شفناهم أساسيين. إن شاء الله تكون الكيبيراسيون برك تاع اللاعبين، باسكو شفنا كاين بعض من اللاعبين كيما فغولي اللي عنده التواء في الكاحل خرج يعني نوعا ما مصاب. لا حتى بعد المباراة لما ذهب شنو يجري بصح هذيك الفرحة ما حتى تكون باللي بكيت تلقهم يا يوسف، باش يكون عندك وقت باش تخمم. مي ان شاء الله يعاودوا يسترجعوا قوتهم، خاطرش خلاو دي فورس بزاف البارح، خاصة من الجانب الذهني وين ليموسيون كانت كبيرة يعني، وكان شك مساكن كانوا خايفين يكون إقصاء، وين
حطها عليهم كاع مليون من هذا المنبر والله وخسروا البارح غير الاولاني صفق عليهم يعني شرفوا لعبوا لعبوا باسكو شافوا بلي في امبوسيبيليتي باش نربحوا المباراه هذيك اللي نوعا ما تصور انت كره القدم هذه اش يحبوها الناس في دول الموند هذه فيها بليزيور سيناريو يقدروا يصيروا لك في خمس دقائق راك شفت رابحين ولي مومون المناح وين هما كي تحب تماركي لي بيت باش تاخذ الافضليه للخصم سيرتو من جانب بسيكولوجي بدينا الشوط الثاني جاتنا بينالتي تصور انت 2-0 خلاص تقتل المباراه كي تراطات شتو داروا الكوت ديفوار سوطوا كاع في السماء كانهم سجلوا هدف لانهم على بالهم اللي قادرين يعاودوا يولوا في المباراه وعاودوا ولاو في النتيجه راك شفت نوعا ما احنا هذاك الوقت اللي حبطنا في التركيز حبطنا في هذوك لي زيفور نهار نوعا ما من لاعبين المنتخب تخاسوا سي البرون سيكولوجيك تخاسوا حبطنا كاع حتى شفنا كيفاش لا فاسون تسجل علينا الهدف ماشي بالعمري هذاك كانت سهوله بالعمري مندي من 70 حتى الوسط كان غايب سيرتو بالكديوره ما تروحلوش تما كديوره في الوقت اللي يكون مركز 100% نهار ما هذاك اثر علينا نوعا ما ماشي غير على بول لكن الحمد لله عاودوا فطنوا عاودوا استرجعوا هذه القوه تاعنا هذا العام هذه هي القوه اللي خلقها بين قوسين جمال بالماضي عودة التركيز على الذهنية وعندنا اللاعبين في داخل التشكيلة الأساسية ده مستوى كيما نقول حيمن سماح صح داخل الميدان انا نشوفك شي يتعامل مع المدافعين خاصة هذو العاقلين هما اللي تقدر تتكل عليهم باسكو على رزان يخموا ايزون طون دو ريفليشير ويمدوا الرسالة للزملاء مندي قديورة هادو كاع لاعبين عندهم ورزان يعرفوا كيفاش الحاج عدلان من خلال التصريح اللي استمعنا اياه جمال بالماضي قال قبل ما نتحدثوا على مباراة نيجيريا لابد علينا نوقفوا ونحضروا على مباراة الكوت ديفوار اكيد هو محق اكيد شوف انجاز عظيم هاو لعبنا كونتر فافوري يا فافوري وانا نضرب لي كوت ديفوار معانا اللي داروا افضل مباراة تاعهم في هذه الدورة هذه خرجوا افضل مباراه قام بها افضل مباراه كوت ديفوار خرجوا كل ما خرجوا كلش هاي داير خرج لونتينر تاعهم تري كونتون تري ساتيسفي قال لهم يفودري سابوي سور هذا الماتش غدوه ان شاء الله يهضروا على الماتش تاع كونتر الجيري في كوت ديفوار يقول لك حنا درنا ماتش من اروع ما طحنا مع خير منا فازوا علينا نظن بلي عنده الحق بالماضي واش قال يفو تيري لي رونسيمون تاع الماتش تاع كوت ديفوار باسكو كان بزاف وخاصة من جانبنا وين يسون تري بوزيتيف بهذوك ان شاء الله نتكاو عليهم راح نصيبهم في المباراة اللي جاية وحتى المباراة النهائية ولا كتب الله وهو الأمر بلي هو الأهم الشغل تاعو اليوم واش قال استرجاع القوة تاع اللاعبين هذو اللي شفناهم دوك في الميدان اللي ما لعبوش وهو التصريح الثالث اللي صرح به أمس جمال بالماضي فين حين قال وأشاد بقوة لاعبي المنتخب الوطني القوة القتالية اللي ظهر بها منافس وظهر بها أشباله نستمع وإياكم لتصريح ثالث لجمال بالماضي وين قال أنه تنتظروا عمل كبير من أجل الاسترجاع ومن أجل العودة للتحضيرات البدنية نستمع وإياكم ثم نعود Ça va jouer là-dessus au même titre que, que la Côte d'Ivoire avait un jour de moins de récup par rapport à leur dernier match. Ça sera nous dans ce cas de figure cette fois-ci. Il va falloir se dépêcher et être très bon là-dessus, sur l'aspect de la récupération. Ensuite, voilà, il va y avoir des ressources psychologiques qu'il va falloir aller chercher. On va tomber contre un adversaire encore très très difficile. Mais comment on aurait pu être autrement ? En demi-finale de la Coupe d'Afrique. Je voudrais rappeler que voilà, en cette demi-finale, donc il y a le Sénégal de qualifier. Une de mes ambitions, en tous les cas, à mon arrivée en équipe nationale, c'était de replacer l'Algérie dans le gotha des grosses équipes africaines. Donc rejoindre trois équipes mondialistes et nous comme quatrième, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc les joueurs ont vraiment, faut vraiment leur tirer ce mérite là. إذن كمال عمل كبير أقول ينتظر الطاقم الفني والطبي من أجل عملية الاسترجاع المخصصة للاعبين يومين فقط الحاج عدلان نعم نظن بلي حتى الطاقم الطبي اللي عندنا في الفريق الوطني راهو برهن المباريات اللي فاتوا بلي كاين عمل جبار يتندر والإمكانيات حاليا موجودة خاصة في مصر نظن بلي سي فري كو لادفيرسير عنده نهار قبل منا وحنا لعبنا 120 هو لعب 90 دقيقة ولكن تكلم جمال بالماضي كلمة بلان دو
دو سونس هي سي البلان قال لك نتعامل معاهم سي البلان سيكولوجيك سي تريز امبورطون. المباراه تاع البارح لما حكم قبل ما تبدا المباراه هذاك الكلام اللي قعد الديرني مو اللي قعدوا في الراس تاع اللعاب وانا نضرب لي لونجو اللي كاين وحاليا اللاعبين على بالهم باللي قعدت لهم مباراه باش ينشطوا النهائي يفون سو سير باسي واللعيه هذاك يقدر يخليوه في الفيستيار سي فري كو سي ان افونتاج لادفيرسير بصح ماشي هذا اللي يقدر حاليا ماشي هذا اللي يقدر يكون عارق للاعبين تاع الفريق الوطني. هو تكلم على يوا دوموندي الستاف ميديكال تاعو باش يدير عمل جبار ويسهر يكون امر صعب لكن الحاج يومين الجمعه والسبت يكون صعب باش يكون صعب يكون انا نظن باللي بالماضي لما تكلم يوسف في هذا المنبر وقال ممكن راح تكون تشكيله اللي لعبت اساسيه المباراه اللي فاتت اللي تكون ممكن نعطيه وقت باش يعاود يخمم يبغى ريفليشير اونكور دو فوا يوسف باسكو علاه عنده لاعبين اللي ممكن يقدر يقحمهم اساسيين وراهم في اللياقه البدنيه خير من اللاعبين اللي يلعبوا كل مباريات ممكن خاصه كاين دي بوست استراتيجيك وين في وسط الميدان حتى في الهجوم منظومه الهجوميه كاين لاعبين نقدروا نتكلوا عليه كيما دي ديلور هذاك ممكن يكون مفتاح الفوز تاع المباراه الجايه. طيب في عندنا تصريح اخر للمهاجم الخضر بغداد بونجاح اللي اعتبر ان الروح الجماعيه للاعبين وحتى الانصار اللي تنقلوا الى 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 السويس هي من صنعت الفارق وحسمت الامر للمنتخب الوطني الجزائري اللي عاد بورقه التاهل الى الدور النصف النهائي. نستمع اياكم الى تصريح بغداد بونجاح ثم نعود. فرحان بزاف لانه نستاهلوا التاهل نستاهلوا من بدايه البطوله فايزين باربع مباريات بنتيجه بالاداء اليوم راك شفت كون سجلنا ضربه جزاء كانت تسهل علينا المباراه كنا قادرين نخلصوا المباراه بثلاثه ولا اربعه لكن هذه كره قدم ضيعت عاود يسجلوا عليك لكن ان شاء الله الحمد لله اليوم فزنا وفرحنا الجماهير تاعنا اللي كانت واجده شير قال المجموعه وقفوا معايا قبل ما تخلص المباراه كي خلصت المباراه وقفوا معايا وقفه تاع رجال الجماهير بعد المباراه غنوا باسمي الحمد لله نعاود نعتذر نقول لهم ديزولي للشعب الجزائري لانه كان خسرنا اليوم كانت راح تكون غاليه بزاف لكن الحمد لله ربي ما بغاناش بغانا غير الخير. بغداد بونجاح الذي يلقي على نفسه اللوم كثيرا خاصه بعد تضييعه لضربه الجزاء لاحظنا انه خلال اللقاء حتى وبعد اللقاء بغداد بونجاح نتحدث خاصه في المباراه خرج من المقابله عند تضييعه من تضييعه ضربه الجزاء. انا لو سمحت من هذا المنبر نقول له باللي انت لاعب كبير وتقعد كبير حتى ولو ضيعت ضربه الجزاء والفريق الوطني خسر انت مستوى عندك مستوى ان شاء الله ومستقبل زاهر. المخرج راه يقول لي انه ماهوش بونجاح اللي عهدناه في مبارياته مع السد لا مباريات الاولى مع المنتخب الوطني. هو من المباراه الاولى ضد كينيا افتتح باب التسجيل على ضربه جزاء احنا قلنا خلاص ان شاء الله شهيه راح تزيد. انا شفنا بلي بغداد بونجاح طاح في نوعا ما طاح في شك خاصه تحدثنا عليها قبل مباراه غينيا شك فردي وين خلاه نوعا ما ما عندوش هذيك لا ريوسيت اللي كانت عنده في الفريق تاعو ولا حتى في الفريق الوطني من قبل. انا شفنا باللي يدير العمل الكبير قاعد يديرو خاصه في هذاك اللقطه تاع الكيني وين استحوذ بالكره بالصدر وحطها ومن بعد السهله رفدها فوق المرمى كنت تقول له عاودها 10 خطوات فعاليه راهي ناقصته فعاليه والثقه خاصه ثقه. وانا شفنا مر ضربه الجزاء اللي ضيعها البارح امس يوسف مورها جاتو لقطه تاع هدف تهدف هو مش ضيعها هو اللي حوس على الحارس في يعني في دوتر سيتياسيون بنجح تما يبدع انت حنا يدريب لي بلاصيها له يدير الحاجه اللي بالك حنا ما خمولهاش نضرب لي راهو في شك. وانا صراحه ما يستاهلش مسكين الولد هذا باش يخلي كل شيء يطيح عليه خاطر شاف باللي لو كان اقصاء الناس راح تلومه تقول له بسبتك انت وانا نظن باللي احنا فريق وطني خاصة انه البعض ما يرحمش لا بعد ما يرحمش الناس اللي ما تعرفش باسكو واحد اللي يعرف كرة قدم واللي عاشها وشاف هاد لي سيتياسيون يقدر يعرف واش حس بغداد منجح. الحاجة المهمة اللي راهي فيه حاليا المدرب داير فيه ثقة 100% هذاك هو البليز امبورتون هذاك هو واللاعبين انا شفنا كيفاش المحبة والروح
الاخوي اللي كان حتى انه بعد الانتصار جميع اللاعبين راحوا عند بدر بن جهل شافوا بلي طاطر مسكين وحسوا حسوا كي ضيع ضربة الجزاء هو اللي كان سبب تاع الرجوع تاع فريق كوت ديفوار. حتى كبار اللاعبين سجلوا شفنا نهائي كاس العالم وضيعوا ضربة الجزاء. انا هو نظن احنا فهمناها من جهه خير تاع عنده مسؤوليه كبيره لما تحمل انت تقول باللي انا نمبر 1 احنا نقدر نسدد ضربة الترجيح ماشي سهل صح. تكون ان شاء الله فرص اخرى ويسجل باش غير ضربة الجزاء يسجل ضربة الجزاء واهداف ان شاء الله كثيره. المهم والاهم الحمد لله الفوز راه هنا وننساو الحاجه اللي ما مشاتش ونخلو غير الحاجه الايجابيه باش نصيبوها في المباريات الجايه. نبقاو مع التغيير اللي قام به امس جمال بالماضي وين اقحم سليماني مكان بنجاح. الكثير من المتتبعين لاموا بالماضي ما بين قوسين وقالوا يعني من المفروض انه اوندي ديلور هو اللي يحل مكان بنجاح ماشي سليماني. هل توافق ام تعارض؟ من جهه نقول لك علاش بالماضي خم على اسلام سليماني من جانب القوة البدنية تاع المدافعين كوت ديفوار وطلب من اللاعبين دار كي شفنا عاود شفنا واش دار مورس اسلام سليماني التغيير اللي داروا خرج محرز ودخل ادم والناس لا خرج محرز ودخل ادم والناس اللي تان بوبلي فري على محرز وطلب منه باش سليماني يحبوا في البوكس الداخل علميه منطقه العمليه يعطيك الصحه كان يستنى باش يعني كرات سليماني كما عهدناه بالراس انا شفناه جاته واحده تاع بالليلي قرب كانت هدف ما كانتش قويه برك هو خير اسلام سليماني من هذا الجانب. ممكن اوندي ديلور كان ممكن نقول في الوقت الاضافي في الشوط الثاني كان ممكن يدخل شويه بكري كان يقدر يشكل خطوره على الدفاع تاع الفريق كوت ديفوار وشفناهم نوعا ما نهاروا وكان تقدر تكون عنده فرصه ولا فرصتين باش يفتح باب التسجيل. هذا اختيار تاع النخب الوطني انا ما نظنش باللي اخفاق اللي كان اخفاق ما غلطش باسكو هو اللي راه عايش معاهم هو اللي يشوف باللي اليوم شاف باللي سليماني يكون احسن من ديلور من جانب التجربه من جانب الخبره يعرف كوت ديفوار لعب في افريقيا ما حبش يغامر باوندي ديلور لعب جديد ما يعرفش الاجواء المحيط تاع افريقيا. هذا هو اللي خلى جمال بالماضي يدخل اسلام سليماني وما يدخلش اوندي ديلور. ما نظنش باللي غلط نظن باللي حتى الاختيار تاعو كان في الطريق سالما باسكو فولي با برون دو ريسك كوا كنا نشوفوا باللي حاليا كاين بونجاح لو كان نديرو اختيار يجي اوندي ديلور باش يجي سليماني هكذا بصح في لا سيتياسيون تاع البارح كان شافوا باللي يقدر اسلام سليماني هو اللي يكون هو اللي يعتمد عليه. نطوي بذلك صفحه كوت ديفوار المر قول لي بالك نقول لك ممكن جمال بالماضي الاختيار الوقت التايمينغ تاعو باش يدير تغييرات متأخرة نوعا ما هذه لازم ممكن يعاود وراح يصلحها ما نظنش باللي تروح له. طيب غير هذه ما نظنش باللي نظن باللي صح كانت عندنا ونزيد لك واحده بالك لو سمحت يوسف تفضل كانت عندنا التروازيام شونجمون نوعا ما خسرناه خلينا حتى لي طونديسيون واش قعدت ابار الكوفران بعد خلاص الماتش لو كاتريام شونجمون بريتو الكاتريام فوالا في لا بروغاسيون في لي نوفو ريغلومون هذاك كنا ممكن ندخلو شوية ان بو بلي تو باش نستفادو صح او موان 20 مينيت فوالا انا هي خويا حتى الشوط الثاني تاع الوقت الاضافي كان يقدر وما حبش غير بالك طريقه اللعب حنا كنا نشوفوا من الشاشه ماشي كيما هو اللي كان في الميدان قلنا ممكن اوندي ديلور يدخل في الشوط الثاني من اجل يعطى 4-2 يقدر يهدد حتى انه المنتخب كوت ديفوار شفنا انه تراجع واعتمد على الكرات المحدوده فقط بعد ولاو يحوسوا على لي بينالتي ما شفتهمش انهاروا بدنيا انهاروا خلاص ما قدروش حتى هما ما قدروش ما كانوش ياخذوا ريسك باش يروحوا. انا شفنا يعني شاهدنا انه غير المنتخب الجزائري اللي كان يهاجم حاجات بحروا كرات وين حنا عرفنا كيفاش نستعملوا بهم ما كانتش الفعاليه برك. انا شفنا كره تاع بالليلي الاسلام سليماني كانت ادم والناس كانت عنده دو ولا تروا سيتواسيون كان يقدر يروح كاريمون للبيت. شفنا باللي حتى هما كانوا خايفين منا صراحه انه شافوا باللي يعرفوا شافوا الفريق تاعنا يلعب قبل ما يلعبوا معهم شافوا باللي رانا مسجلين كمان ماشي سهل عده من الاهداف يا صاحبي تسع اهداف قبل مواجهه كوت ديفوار في هذوك تسع اهداف يوسف كاين 5 اهداف كلهم بطريقه تاع حضاريه ومختلفه وكل هدف يختلف عن الاخر اكزاكتومون سونت غيروتري شافوا باللي الفريق تاعنا يقدر في اي لحظه يسجل الجول
نمر الحاج الى المقابله المقبله اللي راح مع المنتخب الوطني امام نظيره النيجيري، راح تكون مباراه صعبه باش ما نكذبوش على لا الوحيد. لا صعبه 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 اكثر من تاع كوديفوار طبيعه الحال، اكثر من تاع، انا نقول لك دوك صعبه اكثر من تاع كوديفوار. وشنو كاين حاجه، الفريق النيجيري ماشي راقد ثاني باش نتفاهموا مليح، المدرب تاعها ماشي راقد، راه دوك يقعد يشوف يعاود الفريق الوطني تاعنا علاش تلفها له. ثلاث اربع مباريات الاولين وهذه المباراه تاع كوديفوار مغيره تماما، راح يحير كيفاش يدير، واش من الطريقه اللي راح يتعامل بها. صح راح تكون صعيبه، هما لافونتاج اونكور اون فوا نتكلموا عليه على الراحه، سيرتو في هاد لا كومبيتيسيون اللي فيها بزاف لي ماتش ماشي كيما اللي فاتوا. الجانب البدني هنا، من الجانب البدني ممكن يكون عندنا مشكل، ولكن لو نعرفوا كيفاش نتعاملوا في الشوط الاول حتى ل 60 دقيقه وتكون عندنا فرص كيما البارح وخدينا الافضليه، نديروا مشاكل كبار للفريق النيجيري. الورقه راهي في يد المحضرين البدنيين حاجات له، والورقه تكون في بنك الاحتياط، بنك الاحتياط كذلك. نظن بلي لو جمال بالماضي تكون عنده الذكاء كيما رانا شايفين وحد الان يعرف كيفاش يتعامل مع البنك الاحتياط، تكون ورقه رابحه. نظن البنك الاحتياط اظن انه حتكون بعض التغييرات ممكن، مش احتمالات كبار، احتمالات لانه اللاعبين عياو ما يقدرش يغامر، باسكو علاه راح يسقسيهم. انا يجي يسقسيك يوسف وانت تكون صريح، عندك 40 مليون يستناوك، ماذا بك تلعب دومي فينال، ولكن تشوف بلي تقدر ولا ما تقدرش. بس كل مباراة تاع نيجيريا ولا البارح كانوا 200%، لازم يكونوا 300 ولا 400%، يفوسوا سير باسي. وانا نضرب اللي من الجانب، عندنا لاعبين وعندنا قدرات، يعني خاصة الروح القتالية تاع الجزائري ما عندهاش، يعني حد يعني ما عندهاش حد. نعاود نقولوا التاريخ حاج عدلان لا يقف مع المنتخب الجزائري في مواجهته ضد نيجيريا. عندنا المنتخب النيجيري اللي يقولوا انه الشبح الاسود للمنتخب الجزائري في تاريخ المواجهات ما بين المنتخبين حاج عدلان، للنصور الممتازه سبق لهم من حق الفوز في 9 مباريات من اصل 20 مواجهه مقابل 7 مواجهات للمنتخب الوطني الجزائري و4 تعادلات للمنتخبين ما بين المنتخبين. اقصد اخر فوز الى ما خانتني الذاكره ولا ما خانونيش الاحصائيات انه كان في 1990 5-1 بداية الدورة ونهاية 1-0 في النهائي. صح، متوازنة راهي بيننا وبين نيجيريا، ونظن باللي حتى هما الإحصائيات هذو راح يدير لهم 1000 حسابها، باسكو يأمنوا حتى هما يلعبوا، كي يلعبوا معنا يصيبوا صعوبات كبار باش يديروا معنا نتيجة. ونظن باللي البارحة أونكور أون فوا برهنوا اللاعبين والجيل هذا تاع الطال، وبالنسبة لي الإحصائيات بهذا الجيل هذا راح تسقط كاع. انا شفنا كيفاش امس واشاك فوا لعبوا مع الكوديفوار نصيبوا مشاكل كبار. صح، من جانب ضربه الترجيح ما كانش عندنا الحظ كاع البارح، انا شفنا بلي الحظ احنا هاربين وحد يجري مورانا. اظن نضرب اللي الاحصائيات مع هذا الجيل هذا راح يطيحوهم، ما نضرش باللي هذا هو اللي راح يحبسهم. داير ميم الديسكور تاع لونترينور كي تكلموا لهم قبل على لاكيني، قالوا له لاكيني اشاك فوا نصيبوا لي ديفيكولتي وعندنا مشاكل معاهم، قالوا ما داكشي تي نوت جينيراسيون، دوك جينيراسيون واحده اخرى. نظن باللي هذا الجيل هذا عنده شغل، الشاغل هو واش ينشط نهائي ويجيب الكاس الجزائر، كاس افريقيا الجزائر، هذا هو شغل الشاغل، وهذه سيتي موتيفاسيون. مي المباراه اللي جايه يا يوسف واحد يكون صريح، حتى هما دارين مباراه صعيبه وصعيبه جدا للفريقين. على الورق في كاس افريقيا 2019 على الورق مثل ما تحدثت سابقا، على الورق الجزائر احسن من نيجيريا. نيجيريا اللي عفوا سجلت 7 اهداف وتلقات 5 اهداف، على عكس المنتخب الجزائري اللي سجل 10 اهداف وتلقى سوى هدف واحد. سي ان افونتاج لينا هذا، وشنو ما نظنش افونتاج بالك كما قلت انت على الورق اللي راح يجوز عليه مرور يقراوا بالك لي ستاتيستيك هذو اللي مديتهم، ومن بعد قال لي ديفالا كان مباراه جديده راح تبدا في 2019. احصائيات صح مصالحنا، ولكن يفو با سروبوزي سير سا. انا نظن بلي انا قلت لك الجيل هذا الشغل المهم عنده هو ارضيه الميدان هي اللي تفصل بين الفريق الخصم اللي يكون المستطيل الاخضر هو الفاصل الذي سيفصل ما بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره النيجيري. نتمنى كل التوفيق لي أشبال بالماضي للمرور إلى دور النهائي، ولما لا العودة بالكأس القارية. حاج عدلان كلمة أخيرة. أنا متفائل لا من هذا المنبر، من اللي بدأت كأس إفريقيا معك ولا مع سالم. حاج صراحة أمس كيفاش عشت أنا، شوف يعني الشوط الثاني الإضافي ما شاهدتوش، ضربت ترجيح لم أشاهدها، كيفاش عشت المقابلة ضربت ترجيح؟ ما كنتش يعني على الأعصاب، ولكن شفت باللي كاين رد فعل
لما تشوف تحس باللي فيه يعني فيه لاعبين اللي يقدروا يغيروا المباراه في اي وقت. من بعد كيشت باللي رحنا انا كنت خايف ما نعرفوش الرد فعل تاعنا في لا ديوري تاع لا رونكونت، نروحوا حتى لي 120 مينوت كيفاش راح تكون يعني اللياقه البدنيه على حسب رايك. هايله هايله كانت، ميم لورغانيزاسيون كانت من اروع ما يكون. نضرب اللي حتى اللاعبين عرفوا وقتاش ياكسيليرو كيكون عندنا، يشوفوا باللي كاين طغرا يروحوا باش يهدوا الدفاع، سينو يشوفوا باللي ما يقدروش يقعدوا يستحوذوا بالكره يكارديوها باش يجيبوا الخصم ليهم باش يروحوا باللي كونتر ولا لي زاتاك بلاسي. من جانب ضربة الترجيح صراحة كنت خايف. علاش نقول لك علاش؟ ماشي خايف من الانهزام، خايف شكون حنصيبوا اللي تيري لي بينالتي. علاه؟ خرج محرز، خرج بونجاح وخرج فغولي، هادو في ثلاثة يتيروا لي بينالتي ويتيروا مليح. قعدت نقول انا كيفاش حيصيب خمسة الاولين، والحمد لله كاين الناس اللي مسؤولين منهم ربيع بن سبعيني اللي قال لك في الاختيار قدم مباراة في المستوى لا باس ما شاء الله. نضرب نتنرفز شوية في بداية المباراة مع هذاك لاتاكون زها، مي غير هذيك عرف من بعد كيفاش يتعامل بالمباراة. لا في الاختيار هذاك لونطينور يجي يقول شكون واجد باش يتيري البينالتي. إل باريك رابع سيرتو الأولى. الأولى واعرة. الأولى جينيرالمون نبدوها لواحد اللي عنده خبرة وتجربة. علاش كلمتك أنا على محرز؟ محرز بونجاح. هادو في ثلاثة خرجوا، في ثلاثة اختصاصيين في الثلاثة. نستنى بالك سليماني اللي عنده أكثر خبرة، اللي قال لك هو قال له أنا نتيري الأولاني. هذا يدل على فيه روح المسؤولية في هذا الفريق. حتى أنه في نهائي كأس فرنسا هو اللي يعني سجل ضربة جزاء بكل لا ما عندهاش مجال التقنيات هذاك الولد. عنده مستوى بس. حاج عدلان وصلنا إلى نهاية عدد اليوم، أشكرك على الحضور. شكرا يوسف. وعلى المتابعة مشاهدينا الكرام، العالم الوطني الذي يرفرف خلفي أتمنى أن يرفرف في نهائي كأس إفريقيا، أتمنى يعني عودة التاج القاري إلى الجزائر لإفراح من 30 و40 مليون نسمة. مشاهدينا الكرام، أنا متفائل من أجل المرور إلى الدور النهائي، سوف نتفوق بحول الله على نيجيريا. سوف ألقاكم في أعداد مقبلة بحول الله. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وتحيات الطاقم الفني والتقني وكذا الصحافي العامل معي لإنجاح هذا البرنامج. ألقاكم في مواعيد مقبلة بحول الله. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.